هذه أبرز العناوين. التعاون يعلن تعاقده مع فيصل فجر في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع الوحدة. وليد الركراكي يصدم المغاربة بخصوص استبعاد حكيم زياش واستدعاء لاعب أولمبي. المغربي سفيان رحيمي يتصدر العناوين. وضعف الجاهزية يقلق الركراكي قبل الإعلان عن لائحته. أعلن نادي التعاون السعودي في ساعات متأخرة من ليل اليوم تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي فيصل فجر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه بالوحدة الصيف الجاري. وحسب الحساب الرسمي للتعاون على موقع إكس، فقد أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب فيصل فجر لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. وكانت إدارة النادي الخميسي قد اتفقت مع فجر بعد المفاضلة بينه والغاني برنارد مينسا والبرتغالي توزي لاعبي وسط الطائي والحزم السابقين. وبات فيصل فجر البالغ من العمر 36 عاما ثالث لاعب مغربي يحمل قميص التعاون السعودي في دور المحترفين الذي انطلق في 2008 بعد صلاح الدين عقال ومنير الحمداوي. أكدت مصادر مطلعة لموقع المغرب سبورت إن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قد تواصل مع المهاجم حكيم زياش لاعب غلاطاسراي التركي هاتفيا من أجل الرفع من معنوياته مع بداية الموسم بعد غيابه عن التنافسية. ومن جهة أخرى، فإن وليد الركراكي مقتنع تماما بمؤهلات زياش ومكانته المتميزة مع المنتخب الوطني المغربي، وسيوجه له الدعوة ليكون في معسكر المنتخب القادم استعدادا لمواجهة الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. ولا ينوي وليد الركراكي استبدال حكيم بمهاجم فياريال الإسباني إلياس أخوماش الذي تألق بأولمبياد باريس 2024، وحال حضوره فلن يكون على حساب زياش وسيكون خيارا آخر في تشكيلة الركراكي. تصدر النجم المغربي في صفوف العين الإماراتي سفيان رحيمي العناوين بالرغم من أن اللاعب لا زال يستمتع بعطلته الصيفية بسبب خوضه لأولمبياد باريس وقبله مباراتي المنتخب المغربي الأول في يونيو الماضي. وبعد تلقي النصر السعودي للهزيمة الثقيلة أمام الهلال في السوبر السعودي، تجندت صفحات أنصار النصر لنشر خبر مفاده رغبة النصر القوية للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي مهما كلف ذلك من ثمن. ويرتبط رحيمي بعقد مع العين الإماراتي يمتد إلى غاية يونيو من العام المقبل، لكن أسهمه التي ترتفع يوما بعد يوم جعلت كبار الأندية السعودية تحاول خطف اللاعب المغربي. فبعد اتحاد جدة جاء الدور على النصر لكن دون أن تترجم الأمور إلى الرسمي، لكن يبقى اسم المغربي رحيمي الأول إعلاميا وكذلك في منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إكس التي انتشر فيها اسم رحيمي بسرعة البرق خلال يوم كامل. يجد الناخب الوطني وليد الركراكي صعوبات في حصر لائحته النهائية
التي تشارك في مباراتي الغابون وليسوتو مطلع شهر شتنبر المقبل، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بسبب ضعف جاهزية عدد من اللاعبين البارزين. ويعاني 6 لاعبين على الأقل ممن حضروا في مباراتي زامبيا والكونغو الأخيرتين شهر يونيو الماضي برسم تصفيات كأس العالم 2026 من ضعف التنافسية أو الجاهزية البدنية. وبشكل خط الدفاع صداعا في رأس الرجراجي، فالعميد غانم سايس مهدد بالغياب عن القائمة النهائية بسبب ابتعاده كليا عن التنافسية مع فريقه السد القطري بعد انتهاء إعارته إلى نادي الشباب السعودي، ولم يشارك نايف أكرد في مباراة فريقه ويست هام يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسرها أمام أستون فيلا بهدفين لواحد. كما غاب شادي رياض عن فريقه الجديد كريستال بالاس في البريمير ليج. وفي مركز الظهير الأيسر تبدو حدود زكريا الواحدي الذي تألق مع المنتخب الوطني في أولمبياد باريس الأخيرة كبيرة في الحضور لأول مرة رفقة المنتخب الأول إلى جانب نصير مزراوي الذي تألق في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد أمام فولهام. ويرتقب أن يكون حضور الواحدي على حساب يحيى عطية الله الذي انتقل قبل أيام إلى الأهلي المصري على سبيل الإعارة من نادي سوتشي الروسي. ويعاني عطية الله من ضعف في التنافسية بسبب انقطاعه عن تدريب سوتشي الروسي بعد نزوله إلى الدرجة الثانية، إذ يتبع اللاعب السابق للوداد الرياضي برنامجا تدريبيا خاصا رفقة المعد البدني للأهلي. أما أشرف داري فلم يشارك في مباراة بريست أمام أولمبيك مارسيليا وتابع المباراة من كرسي البدلاء، ويعتبر من المرشحين للمغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي صوب نادي الأهلي المصري. ويعتبر عز الدين أناحي من اللاعبين الذين يفتقدون إلى التنافسية مع بداية الموسم الجديد بعد خروجه من مفكرة مدرب أولمبيك مارسيليا روبرتو ديزيربي ووضعه خارج قائمة مباراة بريست يوم السبت الماضي في افتتاح الدوري الفرنسي مقابل تألق زميله في الفريق أمين حاريت. ويعيش حكيم زياش وضعا معقدا داخل نادي غلاتا سراي التركي وسط وجود أنباء حول إمكانية رحيله إلى السعودية، علما أنه ظل حبس كرسي الاحتياط في مباراة فريقه أمام قونيا سبور برسم الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي.